بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مؤخرا تم مضاعفة المدة الزمنية المسموحة للرفع لما يقارب 12 ساعة. هذا الامتياز تم منحه بشكل تجريبي لبعض القنوات بشرط يكون عمرها الزمني أكثر من 3 شهور وتكون تقريبا خالية من أي شكاوى حول حقوق النشر. عامة عشان أتأكد إذا كانت قناتي مؤهلة للرفع ما فوق 15 دقيقة، بروح للتحميل. كان عندي شريط أزرق هون، بتكون القناة أهلت للرفع ما فوق 15 دقيقة. القنوات العادية يلي هي بش بارتنر وحصلت امتياز الرفع لحد 12 ساعة، بذكر إنه هذا الانتقاء مش عشوائي، بناء على خلو السجل للقناة من أي إشكاليات أو حقوق نشر. أنا بشكل مبدئي بنصحكم تحملوا ملفات خفيفة لحد 5 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات وقوموا بتجربة تحميلها. فإذا تم التحميل بتكون تمت الموافقة، إذا ما تم التحميل ما راح يكون أي إشعار خاص تعرفوا إنه القناة صارت مؤهلة عندكم أو لا. في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات برجاء تركها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.